صباح الخير. صباح النور يا ميم. ميم؟ يا فندم، ميم تمشي مادمازيل ومادام، فبقولها وانا محتار عشان خاطر نرضي جميع الاطراف. مادمازيل. يس. مورينا يا فندم. من فضلك في اوضه فاضيه؟ يا فندم ده لو مفيش اوضه فاضيه احنا نفضي لك يا ست العرايس. ثانك يو. بص حضرتك، انا الاوضه اللي فاضيه عندي سي فيو. اتس اوكي. هي بتزيد 500 جنيه عن الجاردن فيو، بس لو مش معاكي انا ممكن اكمل من معايا. نو بروبلم. ممكن البطاقه بس بسرعه 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 اسرع. هو حضرتك خايف كده ليه؟ خايف فريده تسمعنا فتيجي تطفشك من هنا. فريده مين؟ ها؟ ما تاخديش في بالك، انا هدخلك الاوضه قبل هي ما تشوفك اصلا، اوكي؟ سعيد سعيد يا صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، احنا النهارده فريد يا سعيد، فريد يا سعيد وطي صوتك. حاضر. وطي صوتك يا سعيد. حاضر. خد يومنا هانم وديها غرفه 2 جنب 0 جنب 1 جنب 4. حاضر. في هدوء تام يا سعيد. حاضر. في سكون زقام يا سعيد. حاضر. في صمت الحملان يا سعيد. سيبنا شوف شغل يا ادهم. حاضر. اتفضلي سعادتك. هو ممكن البطاقه؟ بعدين البطاقه بعدين بعدين، المهم دلوقتي تخشي الاوضه عشان يبقى امر واقع. اسمعي مني. حاضر حاضر. اتفضلي بالخير. هو ماله خايف كده ليه؟ اصل سعادتك مزمزيل وحلوه وجايه لوحدك، ودي حاجه بقت صعبه شويه اليومين دول في الاوتيل. مش فاهمه. هفهمك في السكه. وهو كله بحسابه. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ايوه. حاضر حاضر. اتفضلي يا فندم، احنا النهارده في عيد والله. اتفضلي يا فندم، نورانا يا فندم، عيد والله، احنا في عيد، نورانا. الجوازه دي هتتم يعني هتتم. ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. تصدق يا فارس، انا ما كنتش عارف انك مريض قوي للدرجه دي. يبقى الحمد لله، مش هتفتحني في موضوع الضرايب. لا يا سيدي، مش هفتحك في موضوع الضرايب، بس هفتحك في موضوع الشيكات اللي اترفضت في البنك. لا اله الا الله يا فارس، الراجل ده رامي مخه في البيت وجاي لنا فاضي. غلاب، انا مش رامي مخي في البيت، انا حاطه في جيبي اهوت وبصله في انتو. يا استاذ زهدي، كل مره نقول لك ان الراجل ده منفض، معهوش ولا مليم. بقول لك ايه؟ ايه؟ احنا عايزين نناسبك. تناسبني انا؟ والله العظيم بالدماغ الفاضيه دي. ما انا ناقص مرض يا اخي. اسمع بس، انت لو عندك اخت جوزها له، بس ما تكونش القطعيه المسمسمه دي. ما تسكت بقى شويه يا غلاب. يعني يا فارس، انا لما هسكت هو هيقول لك مفيش ضرايب؟ اهو اتفضل. طيب طيب. طب انا في الحاله بتاعتي دي ايه اللي بيحصل؟ في الحاله دي المصلحه مش هتقبل شيكات تاني خالص. هتقبل كاش لما تتحبس. طب افرض بقى ان انا بعد الشر، بعد الشر عليا يعني. مت بحصرتي. ولا حاجه، هنجري ورا الورثه عشان ناخد منهم الفلوس برضو. انا بقى ماليش ورثه، ولا عيل ولا تيل. عسل قوي، يعني هناخد الفلوس من التركه. طيب ما هو حل ظريف اهو يا غلاب. ظريف ايه يا فارس بس؟ اهدى فارس كده على نفسك ونبي شويه. بقول لك يا استاذ زهدي، عايز ايه؟ بلاش اختك، ما دام مفيش اخت خلاص، شوف لنا عروسه وتكسب في الراجل الطيب بثواب. غلاب، انت شغال محامي ولا خطبه؟ مع كل، دي فكره حلوه برضو. انت ابن حلال. عندي ليك واحده اتحجز عليها فحرقت نفسها. هو انت هتجيب لي واحده هتموت، هتجيب لي واحده محروقه؟ لا، ما هي حصلت الاولانيه برضك، انت هتتجوز اختها. ايوه يا فارس، دي اختها اللي الحمد لله نجت من الحادثه. لا للاسف، هي اتحرقت معاها في الحادثه عشان كانت بتلحق اختها. يا استاذ زهدي، شوف لنا واحده بره عنبر الحرائق ده، يلا ما تشوف لناش حاجه خالص. عندي واحده واخدها كده في وشها. ودي بقى هعمل بيها ايه؟ هنزل اتخانق بيها؟ يا سيدي اكسب فيها ثواب وخيط لها وشها. يا اهلا وسهلا يا اهلا، نورت يا فندم، احنا النهارده في عيد، في عيد والله. ميرسي قوي. ها ايه راي حضرتك في السويت ولون الدهان اللي على الحيطه؟ حلو قوي. هو حضرتك موافقه على كل حاجه كده على طول؟ بتقول حاجه؟ لا يعني انا قصدي يعني بقول لو حضرتك يعني عايزه مني حاجه قبل ما امشي وناسيه كده يعني. طيب ثانيه واحده. ميرسي قوي. 100 جنيه اشتري بيها ايه لحضرتك؟ لا دول عشانك تيبس. مالك؟ 100 جنيه بحالها؟ كتر الله من امثالك. ايدك ابص. لا انت شكلك غلبان قوي، تاخد تاني؟ لا لا كفايه كده لحسن يغمن عليا. معلش عوضت صبر خير يا رب. شكرا. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكتر لك. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لسه سايبك في السويت. جرى ايه يالا؟ ما تظبط كده. الله 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 الله، ده انت كنت كيوت وقمر وعسل وجميله. ايه في ايه؟ انت بتعاكسني؟ لا لا سمح الله. عارف بس لما كنتش جايه من السفر ومفرهده كنت وريتك شغلك. يلا قدامي على السويت اللي انت جاي منه ده. ازاي بس؟ طب ما انا لسه جاي من هناك. بقول لك قدامي.
حاضر حاضر. اموت واعرف بس ايه اللي غيرك؟ ده انا كنت لسه بدعي لك عشان ال 100 جنيه اللي اديتها لي. انا اديتك 100 جنيه؟ اه ورقه واحده بأمارة ما دعيت لك وكنت هبوس ايدك. طب وريني وريني من ورقه واحده دي. اهي. قدامي على السويت يلا. طب وال 100 جنيه؟ يلا قدامي. طب 50؟ بقول لك قدامي. حاضر حاضر اتفضلي. ايه ده يا عم ده؟ الغردقه قلبت جهنم ولا ايه؟ ايه ده؟ انت ايه مش كنت عامل فيها علينا وبتموت ولا ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه يا عم؟ مستكتر عليا ان انا انزل من الاوضه، خفيت خفيت. ايوه ادهم. لا قدامي اهو اوريها له. ايوه ادهم والله ايه ادهم؟ احلف لك بالطلاق يعني ولا ايه؟ ايه يا ادهم؟ حاضر اوريها له. غريب قوي ادهم ده. هي ايه دي اللي هتوريها لي؟ شوف القطة الشيرازي دي؟ والله لو بعت لنا اسدايا مش قطة، مفيش حاجة بتفرق معانا. لا لا بس بص كده وقول لي رأيك. مش بطالة. صورها امتى الصورة دي؟ من ساعة تقريبا. ايه ده؟ هي هنا في الأوتيل؟ اه في الأوتيل، بص. شفت؟ عينك لمعت ازاي؟ لمعت اهي. يا عم ولا لمعت ولا حاجة. يا عم أنا اللي شايف عينيك، أنت شايف عينيك؟ لمعت اهي بص. بص بص. والله ولا لمعت ولا حاجة. طب إيه رأيك؟ اسمها إيه؟ اسمها يمنى الهواري. ونازله لوحدها يا سيدي. انت متاكد انها سنجل؟ لا سنجل ومكتوبه في البطاقه لسه، وادهم بياكد لي ان مفيش دبله في ايديها. ونازله الغردقه لوحدها، ايه قله الادب دي؟ ايه ده بالعكس دي مؤدبه جدا. بص 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 شوف عينيها طايره ازاي، شوف الادب. تحس ان اخواتها كده حاجه كده يعني عسل. اخواتها ايه؟ فين اخواتها دول؟ وانت لازم تشوف اخواتها عادي يعني، خبره، خلي عندك خبره. يا فندم يعني هنعد حضرتك تلفزيون من غير ريموت؟ مش هينفع. طب اقول لحضرتك على حاجه، احنا مش معانا طفل 4 سنين بقت معانا في الغرفه؟ تمام يا فندم. حضرتك افتح التلاجة هتلاقي الريموت. لقيته؟ يا فندم ده شغلي، عرفت ازاي ايه بس؟ استاذ حضرتك يا فندم اي متعلقات شخصية تضيع مننا نبص تحت السرير قبل ما نبلغ البوليس. اه إقامة سعيدة يا فندم. طب استاذ حضرتك هكلمك تاني فندم، مع السلامة. مع السلامة. ربنا يبارك لك، يلا حبيبي حنن لك يلا. صباح الخير. حنن لك يلا، توكل على الله توكل على الله. يلا. صحيح يا أدهم. والله لو معايا حاجة هديها لك. أدهم. أدهم أنت عرفت اسمي ازاي؟ هم متسولين دلوقتي معاهم قاعدة بنات. متسولين؟ أدهم أنا أمجد. أمجد بتاع ايوه هو بعينه. ازاي قدرت تنسى ده؟ ولو نسيت ده هتنسى ده؟ ايوه بس ايه اللي عمل فيك كل ده؟ ياه ستوري طويله قوي. ستوري طويله؟ هو انت مش كنت اتجوزت اسراء وهتهرب معاها وكده؟ لا. ايه؟ جيب لي سيرتها. ليه؟ لان انا فعلا خدت اسراء وحاولت اهرب معاها بعربيتي. ايوه وبعدين؟ نزلنا على الطريق العام. الاضواء في الطريق كانت كتيره جدا على طول الطريق. ايوه الطريق ده، الطريق ده يا ادهم كان مليان اشجار. الاشجار دي كانت بتتمايل وبتعمل حفيف. ايوه فجاه. ايوه ابص بنظره عيني. ايوه لقيت بنزينه. بنزينه على الطرف. البنزينه دي مضيئه. ايوه البنزينه ليها وميض عامل زي فحيح بالظبط. ايوه يخش في اعماقك يرعبك. ايوه واللي حصل بعد كده ايه؟ لقيت اسراء بتقرب مني بحركه لا اراديه. قلت لي بيبي. كانت بيبي؟ بيبي ممكن تنزل تجيب لي الاسبريسو اللي بحبه قبل ما انا فاول؟ صراحه يا ادهم انا اتمخولت قوي. اسراء انا مش عارف يعني ايه اسبريسو. قالت لي بيبي الاسبريسو ده زي الشاب وحليب. الشاب وحليب؟ ايوه الاسبريسو زي الشاب وحليب. كمل يا بيبي. قلت لها حاضر يا بيبي. نزلت هارول على البنزينه. هارول على البنزينه؟ ايوه. دخلت لقيت الاسبريسو ب 35 جنيه. اتغضيت. قلت اسراء بصراحه مصرفه جدا. مصرفه جدا جدا. بضرب ايدي في جيبي ما لقيتش المحفظه. ما لقيتش المحفظه بتاعتي خالص. ايوه المحفظه ما كانش فيها الا 15 جنيه. يعني انت واخدها وهربان ومعكش غير 15 جنيه؟ مش دي المشكله. ايه المشكله؟ طلعت من البنزينه بجري. ايوه بجري عشان اشوف اسراء. ايوه فجاه. ايوه ما لقيتهاش المحفظه ولا اسراء. الاثنين مش موجودين؟ قلبتني. يعني هي كمان هربت منك؟ خدت عربيتي وموبايلي وكل حاجة. ما جابش الاسبريسو؟ لا ما جبتوش. طب انت خدت منك كل الحاجات دي، انت جيت ازاي؟ مش ده المهم. امال ايه المهم؟ المهم ان هي عملت ده كله عشان خدت الشيكات بتاعت مستر فيه. الشيكات معاها فانا فاضيت لك. طب انت معكش الشيكات ولا معاك الاسبريسو ولا معاك فلوس، جيت ازاي؟ نزلت على الطريق العام. يخرب بيت الطريق العام. الاضواء كانت كتير واشجار ليها فحيح. ايوه فجأة. ايوه الفجر بدأ يشاشع يفقفق. يشاشع يفقفق؟ كمل. انا معدي كل ده جاي قفش على دي. قول. ورعد وبرق مريب قوي. لقيت نفسي
لقيت نفسي ضايع. ايوه في حاله توه. عملت ايه؟ وقفت. ايوه على الطريق العام. يخرب بيت الطريق العام. لقيت عربيه نقل معديه. حلو. قعدت اشاور لها اقول له يا اسطى يا اسطى. راح ضرب الفرامل وقف لك. لا امال ايه؟ ضرب فرامل ومشي عادي. مشي عادي؟ اه. انت جيت ازاي؟ ما انا بيأستش. عملت ايه؟ ما فقدتش الامل. عملت ايه؟ لقيت عربيه نقل تانيه معديه. ايوه قلت له يا اسطى يا اسطى. ضرب فرامل وماشي. لا امال ايه؟ ركبت عادي. حلو. خدت بعض زي الشاطر حسن ونطيت صندوق العربيه. وبعدين يا الشاطر حسن؟ ايه اللي حصل؟ ايه ما انت في الصندوق اهو الحياه حلوه وجميله. ايه؟ لا 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 قول لي احكي لي انا بيني وبينك ايه اللي حصل؟ العربيه دي كانت محمله فراخ حيه. فراخ حيه؟ ايوه. انت بتعيط عشان انا محمله فراخ حيه؟ لا امال ايه؟ محمله 200 فرخه. 200 فرخه؟ وديك. اه ديك. اه سبت البدره كلهم والحظ الاسود قعدت جنب الديك. قعدت جنب الديك. خلاص بقى قعدت جنب الديك. خلاص خلاص معلش معلش ادي نفسك يا بيبي. وحصل ايه؟ مش قادر افتكر افنظر. خلاص خلاص انت اكيد طبعا لما حصل ده رحت واخد بعضك ونطت من العربيه. بالظبط. ايوه جيت ازاي؟ نزلت من العربيه. اه على الطريق العام. الأضواء كانت غريبة وأشجار كتير على طول الطريق. أشجار ليها حفيف والسما بتبرق وترعد والفجر بيبقبق. خوف خوف ورعب. يا أدهم أدهم يا أدهم. هي دي القطه الشرازه اللي قلت لي عليها؟ طب هات لي علبه تونه بقى. نعم؟ لا احنا كده جعانين نخش نضرب لقمه في المطبخ. مستر فارس انا عايزك تركز. انا عايزك تتجوز يمنى عشان اتجوز فريده. يمنى؟ الله ده احنا يمنى زي العسل. ده احنا يمنى سكر. بص بقى مش عايز اقول لك لما تعرفها قطعها العمياء. ايه يا ادهم؟ انت جايب لي خطيبتك ولا ايه؟ انت تعرفها منين؟ أعرف... إيه صاحبتك؟ لا اعرفها منين ايه؟ هو انا شغال في الدراي كلين بتاع الفندق يا مستر فارس. انا شغال في الريسبشن يعني اعرف كل الناس اللي داخله. ثم دي عليها حاضر حاضر. يا نهار ابيض انت بتقول لي انا حاضر يعني انا شغال في الريسبشن حيالله ريسبشنست تقول لي حاضر. امال لما اتجوزها هتعمل معايا ايه؟ اديك انت اللي قلت بنفسك. يلا بقى بطل روح قول لها انا عايز اتجوزها. لا انت كده فاهم غلط يا مستر فارس. النوع ده بالذات اللي معجون بمارونج لاسيه على ريد فيلفت على كنافه اللوتس يحب الراجل اللي بياخد قراراته من نفسه اللي بيخش من باب القلوب الحاسم الحازم العنيف. خلاص بقى يا ادهم خلاص. تعرف تبقى حازم؟ ايه ده؟ لا شيء ما شغال معنا اسمه ادهم. بونجو مادموزيل. ايه اللي جابه ده؟ لادوس استغوبغي الى كانتالوب. بس انا طلبت فراوله بس. اي من عارف الكانتالوب ده مني انا كده يعني طغي. مرسي. ايه مرسي؟ يا انا اخر مره سمعت قوليها تاني كده. مرسي. بصيت شكلك طيبه قوي. حاسبيني بقى على ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي بتعمله ده؟ الشيك ده عندي. ايه ده؟ انا حاسب على الشيك ده. يلا ماشي الواتو. مستر فارس احنا بنعتذر جدا ومفيش اي مشاكل يا فندم. وبعدين بقى يلا انت هتنط لي كل شويه. يلا من هنا. يلا ادهم. حاضر يا فندم. يلا مش قال لك يلا يلا مستر بتاعنا حازم جدا ده شديد جدا ده عنيف جدا. هو حضرتك تعرفني عشان تحاسبني على التشيك؟ مع حضرتك فارس قنديل صاحب العربخ الاوتيل ده. اه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وده بقى يديكي الحق انك تزعق في الموظفين بتوعك كده؟ لا لا انا كده دي طبيعه. انا شخصيتي قويه قوي قوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انسه يمنى صح؟ صح. بصي بقى عشان انا يعني قلت الكلام ده كتير في مسلسل الجواز اللي انا فيه ده انا عايز اقول لك كلمه واحده بس بعد اذنك يعني. تتجوزيني؟ يعني ايه تشوفني لاول مره وتطلب تتجوز؟ بصي هو في حاجه غريبه كده عايز احكيها لك بس مش عارف هتصدقيني ولا لا. بس انا على فكره ما بحبش الكذب ابدا. مش عارف اقول ولا ايه. مش عارف اتكلم الاول. انا بقالي اسبوع بحلم نفس الحلم. اصحى من النوم انام احلم نفس الحلم. اصحى انام احلم اقوم من النوم اخش الحمام ارجع اكمل الحلم هو هو نفس الحلم. هو ايه الحلم؟ سبحان الله مش فاكر.
بس كل اللي فاكره ان كان في واحده شبهك تقريبا انت انا؟ اه تخيلي كده ما تحلمي بحد بقالك اسبوع وفجاه تلاقيه قدامك كده لايف ومن غير اعلانات. لا عمري. انا بقى حصل لي تخيلي حاجه غريبه قوي. ايوه الحلم ده كان عباره عن ايه بالظبط؟ ما انا قلت لك مش فاكر، بس بصي كان في شويه حاجات كده يعني طشاش، بس الحاجه الوحيده اللي انا فاكرها ان انت كنت لابسه ابيض في ابيض قاعده على اليمين او على الشمال مش فاكر، وانا الناحيه الثانيه في النص في راجل كده لابس عمه وشكله بدر منور وحاطط ايده واحنا حاطين ايدينا وحاطط ايده فوقينا ومنديل وزغاريط كتير زغاريط ده يبقى ايه؟ تقصد كاتب كتاب او فرح؟ يا سلام عليكي افتكرت فعلا كان كاتب كتاب او فرح. اهو انا بقى حلمت بان احنا بنتجوز وعشان كده عايز احقق حلم معاكي بقى النهارده. بسرعه كده؟ لا مش بسرعه، انا هسيبك تفكري لغايه بالليل، وبالليل انا عازمك على العشاء، في العشاء بقى قولي لي بقى كل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله خير يا يمنى ان شاء الله. تحبي تاكلي ايه؟ اي حاجه اللي تشوفه. اللي اشوفه يا خرب، مطيعه قوي مطيعه قوي. ايه ده؟ ايه؟ نقول مبروك؟ الصناره غمزت حلو. اول مره الاقي سمكه تستاهل ان انا اصطادها. كبار يا مخربش انت. مش اي سمكه كمان. بس البنت حلوه. طبعا. بص دي نسايه، قرصايه، مياسايه، وقرايه، واحلى حاجه فيها بقى انها بتسمع كلامي، مطيعه قوي، مطيعه قوي غلاب. انت تعرف ان اشعب لو سمع الاخبار دي هيفرح قوي، انا لازم اقول لك. يا عم استنى بس، انت هتنبر فيها. لسه بدري، استنى بس لما الموضوع يسخن. يسخن ايه يا فارس؟ انت ما قلتهاش انك انت مستعجل ولازم تورث بسرعه؟ لا ما قلتلهاش، انا نسيت يا غلاب، نسيت كل حاجه. بص انا نسيت اسمي حتى، والنبي لما تلاقي حد اساله كده اللي واقف ده اسمه ايه؟ انت بقى شغل الهبل بقى والشيطان ده ما يكونش عليا. بص عايز اقول لك حاجه، انا عايز افهم ايه الكلام ده ومعناه ايه؟ ما هو اصل غلاب يعني الحاجات دي متر زيك بقى بتاع قانون مش هيفهم فيها. مشاعر فيلينجز فيلينجز حبيتها بجد بقى يا غلاب. كل اللي نشوفها لازم يحبها. بص المقاسية عاملة ازاي. بص تخيل كده ان انت عامل طاجن في الفرن، حاطط كده تحط الرقاق من فوق، شوية جمال على شوية ذوق على شوية بص وطاجن بص، وتحط بقى ايه سنة رقاق من تحت ورقاق من فوق، وتحط عليهم شوية طماطم كده على خلطة حب بس كده. بس جريت ريقي. الله يسامحك انا هروح عند المأذون يلحق الطاجن الحلو ده قبل ما يبرد. نفذ الطاجن مطيعة. هو انت بقالك قد ايه ما اكلتش؟ من ساعة ما هربت، قصدي من ساعة ما إسراء هربت معايا بعربيتي أنا. اخص عليك يا أمجد. تتفق مع إسراء علينا؟ يا فندم لا والله، هي في الأول فهمتني إن إحنا هنهرب سوا، بعد كده اكتشفت إن هي عايزة تهرب لوحدها وأنا ماليش أي لازمة عندها، فطرتني. يا ابني غريب قوي، يقول لك اهرب تهرب، واللي يقول لك نط في البحر تنط. لا وشوف عقاب ربنا. أدهم قال لي إنك أنت راجع من نص السكة ماشي. الله يسامحه بقى ديك اللي عمل فيا العمايات دي كلها. ديك ايه اللي عمل فيك كده؟ دي نعامة يا ابني. يا ساتر، بس انت عندك جراءة غريبة قوي. انت ازاي رجعت لنا تاني؟ يا فندم انا احبكم، ما عرفتش اشتغل في مكان غير عندكم. يا ولا احبكم وعندكم، هو مين غيرنا يا ابني هيعترف بيك دكتور اصلا؟ ده احنا هبل. معنى كده انك هتستسمح لي عند مستر فارس ويرجعني الشغل تاني صح؟ بالطريقه دي وبالشكل ده والله ما عارف، والله ما عارف. ده مش طايق اجيب سيرتك. عشان خاطر يا مستر غلاب. يا مستر غلاب، مستر غلاب، ده انت البص هنا في الفندق. مفيش حاجه بتمشي غير بيك انت، هيسمع كلامك انت. والله انت محظوظ. انت عارف ايه اللي هيشفع لك عنده؟ ايه؟ إن إحنا أخدنا الشيكات من إسراء قبل ما تهرب. نعم. ده هي مفهماني طول الرحلة إن الشيكات معاها في كرشها. عيب عليك يا أمجد، أنت مجنون ولا إيه؟
فاكرني هسيبها تطلع بره الاوتيل؟ ده انا غلاب عبد الوهاب. يا مستر غلاب يا جامد والله. بص بص تعالى بص. ايه ده؟ ايوه كده مستر غلاب. ايوه كده مستر غلاب. انا عايز احضنك. تحضني ايه وقرف ايه؟ ايه غرب ايه ده القرف ده؟ ابوسك يا ابني. ابعد عني ده حاجه. البص يا قال انت فاكر اسراء هتقدر تهوب هنا؟ ده نقطع رقبتها. ده انا غلاب ابو هاب يالا. ايه ده غلاب؟ شكلك رايق وفايق ومبسوط ومفرفش على الاخر. مبقاش فايق ورايق ليه؟ انا رايح اقابل بنت زي العسل. فرصه بقى الواحد يطلب منك طلب في الظروف الحلوه دي. طلب صغير قد كده. حياه العروسه. انا يا غلاب انا عمري رفضت لك طلب، انت تؤمر. بس اي حاجه الا الفلوس. فلوس ايه؟ هو انت حالتك اللضا؟ انا عمري ما كنت مادي. انا الفلوس دي اخر حاجه بالنسبه لي وانت عارف يا فارس. طبعا طبعا انا عارف طبعا. يبقى عاجلك من الاخر كده ودغري. هو بصراحه يعني في واحد بيستسمحك كده ووسطني بينك وبينه علشان يعني انك تسامحه. وهو عارف عمري ما طلبت منك طلب وقلت لي لا. لا. ايه ولا لا؟ لا مش موافق. ايه يا فارس؟ ما تصعبتش ما تصغرنيش بقى. فارس انا غلاب حبيبك. مين في ايه؟ ادخل يا اللي عليك العين. ادخل برجلك اليمين يا ولد. بام. عندكوا شامبو؟ ايه؟ عندكوا شامبو؟ لا. امال عندكوا ايه؟ تباتيب؟ عندنا بوليس. غلاب كلم البوليس بسرعه. استنى بس بوليس ايه؟ لا حرام عليك اسمع بس. على فكره ده اتنصب عليه زي ما كانت عايزه تنصب عليك بالظبط صدقني. طبعا هو اللي فهمك كده. يا رب يخليك يا مستر فارس. ربنا يكفيك شر المرض، ربنا يكفيك شر المستخبي، ربنا يكفيك شر الولاد الحرام، ربنا يكفيك شر طريقه. طب بص يا رب يا رب تتجوز يمنى. يمنى؟ مين اللي مين اللي قال لك؟ طب استأذن انا بس لحظه. بس استأذن يا غلاب. لحظه يا فارس. استأذن يا غلاب. انت طبعا قلت له. على ايه؟ يا غلاب انت بتقول له ليه يا غلاب؟ ايوه ما بقولش حاجه. في ايه؟ هو مين قال لي مين؟ ايوه انت اللي قلت لي ولا انا اللي قلت لك ولا مين اللي قال لنا في حاجه؟ ايوه هو اللي قال لي. إيه؟ هو اللي قال لي. انا اسف انا اسف والله العظيم يا مستر فارس والله العظيم. على فكره الغردقه كلها عارفه. اه والله الغردقه كلها عارفه. يعني هيجي عليا انا هو يعني. حظكم ان انا مستعجل. زي ما انتوا كده. حسابك معايا بعدين. وانت كمان. كمان. حاضر. عارف لو لمست اي حاجه ولا قعدت على السرير ولا بوظت حاجه بمنظرك ده هعمل فيك ايه؟ انت فاهم؟ وانت كمان. انا كمان. مبسوط؟ بس انا مشاكل في كل حته انت. تا 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 تا. الله. احلى ورد لاحلى قمر في الدنيا. معلش انا اسف. اتاخرت عليك 20 ثانيه. نعم يا اخويا. يمنى في ايه؟ احنا اتفقنا ان انا عازمك على العشاء بالليل. اه وهنتعشى ورد ولا ايه؟ لا ما هو الورد ده بقى بصي بيتحط كده في ميه وبتشرب عليه ليمون كده بيبقى عسل. لا بهزر طبعا. العشاء جاي. الواد عدوي بس اتاخر. يا عدوي يا زيف يا نهار ابيض. دي الف نهار مبروك. يا دي النور يا دي النور. دي بينها هي بقى ولا ايه؟ بسم الله بسم الله الله اكبر. ماشي اه مادمازيل. ايوه بقى ايوه بقى ايوه ما نشوف اخرتها معاه يا ملكوس. ايه؟ ايه؟ يا ننوس يا خلبوس كنز خلوز يا بنتي. بس خلاص انت ياض. حضرتك بتكلمين انا؟ هو في حد جاب الاكل غيرك؟ ايه ده؟ ده شيش طاووق وتشيكن غل يا ست الكل. طب بص بقى تروح تجيب لي طاجن عكاوي ونص سمين. سمين؟ إيه؟ سمين ايه؟ اه اللي هو بيتاكل ده. هو في ايه؟ روح بقى اي مصمت وهتلاقي لاعزه. مش عارف مش عارف. روح روح روح. طب هات فلوس. هحاسبك بعدين. روح. هتحاسبني ايه؟ انا معيش فلوس. روح. بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزه شوربه كوارع ويكتر الليمون وقرنين فلفل خضر. روح بقى. هو مصمت مصمت. روح. طب هات 5 جنيه. هحاسبك. ما انت ما بتحاسبنيش بتقعد تقول كده. اقول لك روح. هانم كنت عاوز ايه بقى؟ ايدك دي للاكل لو اتمدت تاني هتوحشك. وانت انت بتشيلي حديد؟ لا بلعب كونغ فو. اه باين باين. بس هو انت ولا انت مش انت الصبح كنت
دي حاجه تانية خالص. دلوقتي انت بالليل مش انت. المهم فكرت في اللي قلته لك؟ اللي هو ايه؟ موضوع الجواز. جواز؟ مش احنا اتخطبنا الصبح لما اتقابلنا؟ خطبنا؟ الله، جرى انت عندك زهايمر ولا ايه؟ ايه يومنا؟ بصي بقى، انا رايي لما نيجي نتجوز نتجوز الصبح برضه، لان انت بالليل بتبقي واحده تانية خالص. هو البتاع ده لا مؤاخذه اسمه ايه؟ لا مؤاخذه ده منبر، بس احنا هنا بنحطه في سيخ. لا مش انت، انت هيدفع. مش هيدفع. هيدفع مش هيدفع. يومنا دي قلبت كده ليه؟ تكونش بتشتغلني؟ سيبك منهم، ده مفيش غيري، قيمة ومركز ووظيفة ميري. بص بقى، أنا جايب لك مصلحة في الجون. جايب لي عروسة؟ عروسة إيه؟ بص يا راجل، مال لي عينك زي ما بقول لك. إيه ده؟ جايب لي عروسة راجل؟ راجل إيه؟ ده الحاج هايم. هايم؟ وفي واحد اسمه هايم؟ ده هايم بتاع البهايم. أنا هشرح لك، الحاج هايم ده عنده شوية بهايم بيسرحهم في المزرعة كده، ويقعد هايم وراهم. وأنا مالي؟ أنا مالي؟ هو أنا ناقص بهايم؟ مش كفاية اللي عندي في الأوتيل؟ أنا هشرح لك. الراجل ده أنا حكيت له ظروفك، وقرر إن هو يدفع لك الفلوس عشان يعتقك من السجن. زهدي، أنت أرجل واحد أنا اتعاملت معاه من ساعة ما جيت الغردقة. والله مالوش زوم. أنت أخويا بجد؟ والله مالوش زوم. والله مالوش زوم. والله مالوش زوم. حاجة بس صغيرة كده هقول لك عليها. هنزود على الفلوس 10%. إيه؟ ربا يعني؟ أعوذ بالله، يا سيدي اعتبرها هدية. طب والحاج هايم ده هيضمن حقه إزاي؟ احنا هنكتب له وصل امانه بالمبلغ. لا 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 لا، ما هو كده الحاج هايم ده ممكن يحبسني مع البهايم اي وقت. ويحبسك ليه مع البهايم طالما هتتجوز وتاخد الميراث وتدفع الفلوس؟ زهدي بص، انا مستجدعك ومسترجلك، انت اخ بجد يعني. ممكن تقول له مصلحه الضرايب يعني ياجله شويه؟ ايه ياجله مصلحه الضرايب؟ اه والله فكرتني، انت ابن حلال. معاك جواب تاجيل؟ ده جواب حجز، خليه معاك بقى عشان تفتكرني. افتكرك؟ افتكرني، افتكرني يا اللي كنت في يوم حبيبك، افتكرني وبعدها همشي واسيبك. فاكرك يا ناسين بعدك محمد فؤاد، لما اكلم محمد فؤاد يسلفني. ايه اللي انا بقوله لك؟